علي يقول أمير المؤمنين وهو قائد للمسلمين وزعيم ورئيس للدولة الإسلامية الكبيرة الواسعة في ذلك اليوم، أن أقل ظلم لبعض العباد وأقل خيانة لأموال الأمة هذا أشد عندي من أن أبيت الليل إلى الصباح على أشواك حادة قوية، ومن أن أجر في الأغلال مصفدا. قائد المسلمين يجب أن يكون هكذا. القيادة في الإسلام، الزعامة الدينية في الإسلام، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن تكون هكذا.